التصوف كذلك، تصوف له مقومات، له أركان، له أدلة، له برامج، له أحكام. المتصوفة قد يكون مالوا وانبهروا بهذا التصوف، لكن عملوا زي المسلمين اللي لم يعني يترجموا الترجمة الكاملة عن الإسلام. هو داعش دول ولا القاعدة ولا غيرهم ولا الخوارج ولا كذا، ما هم منسوبين إلى الإسلام، ولكن مع نسبتهم إلى الإسلام إلى أنهم يرتكبون جرائم كثيرة فيشوهون بها الإسلام، بالرغم أن دول مسلمين. في فرق كبير بين الإسلام والمسلمين، في فرق كبير بين التصوف والمتصوف. لما شاع التصوف لكن لم يشع علمه في الناس، ارتكب بعض الصوفية بعض الأخطاء. من ضمن هذه الأخطاء ما يحدث من بعض المنكرات في الموالد. مين اللي أنكر على هذه المنكرات؟ مشايخ الطرق الصوفية، مشايخ الصوفية هم اللي أنكروا، زي ما مشايخ الإسلام بينكروا على داعش وواغش ومش عارف إيه وكذا إلى آخره. مين اللي بيقول فين الصح وفين الغلط؟ العلماء. والعلم لما بينسحب والخلط بين الإنسان وبين المعتقد، زي الخلط بين الإسلام والمسلم أو المتصوف والصوفي، هو ده السبب اللي خلى الناس دي تنتقد. احنا بنقول لهم نعم ولكن، بمعنى لما نلاقي غلط يقع فيه الناس، علمنا رسول الله انه نقول للغلط غلط بس نعلمه. اتى اليه ناس وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط. ذات الانواط دي كانت شجره وعليها نشان وكده، وكانوا يعبدوها من دون الله ويروحوا يطلبوا منها طلبات. ففرحوا عايزين واحده زي دي يا رسول الله، الله يخليك اعملها لنا كده علشان نروح برضو نقول ساعتها كده اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. قال اتسالوني كما سالت بنو اسرائيل موسى اجعل لنا الهه كما لهم الهه. يبقى انتوا لسه ما خدتوش بالكم من القضيه الكبرى، وهي قضيه التوحيد، وان الله واحد، وان وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد. يعني ما انتوا موغلين في الجهاله كده. انما علمهم ان الله واحد احد، فرض صبت. يبقى اذا مقامنا معاهم مقام التعليم، لما نلاقي غلط نقول انه غلط،